وللتعليق حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من قطاع غزة الصحفي الفلسطيني أيمن دلول. مرحبا بك معنا أستاذ أيمن. الهيئة الوطنية دعت لمسيرات العودة للمشاركة في فعاليات اليوم تحت شعار موحدون في مواجهة الصفقة. كيف تجد فعالية اليوم والحشد فيها؟ نعم، بكل تأكيد مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير من الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الحساسة. الهيئة بالفعل دعت إلى هذه المسيرات والتظاهرات. نحن نتحدث عن حوالي ساعة من الآن تفصلنا عن بدء وانطلاق هذه الفعاليات. مكبرات الصوت في هذه اللحظة لا تزال تصدح للمتظاهرين بأماكن التجمع وغيرها استعدادا للمشاركة في هذه الجمعة والتي تأتي بعد أيام فقط على هدوء ويعني حذر ما بين العدو الصهيوني والمقاومة الفلسطينية. حقيقة الأنظار تتجه إلى المناطق الخمسة في مخيمات العودة شرق القطاع، تتجه إلى تلك المنطقة وتراقب تعامل الاحتلال الصهيوني مع المتظاهرين السلميين الذين في العادة يبتعدون عن الأسلاك التي تضعها قوات الاحتلال في مناطق شرق القطاع، يبتعدون على امتداد مئات الأمتار. الجمعة الماضية اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين وعمليات القنص التي جرت للمتظاهرين في خان يونس، ومن ثم اغتيال عدد من المقاومين أشعلت الأوضاع في قطاع غزة، وكان هنالك يعني تصعيد صهيوني قوي وعنيف صوب المنشآت المدنية وصوب المدنيين، وكذلك رد من المقاومة الفلسطينية. هذا العنوان الذي تحمله ربما مسيرات اليوم هو في ظل يأتي في ظل تصاعد الحديث هذه الأيام عن الرؤية الأمريكية أو ما تعرف بصفقة القرن. بدأ الحديث حول هذا الموضوع سيد أيمن، يعني وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال بأن الولايات المتحدة تصوغ خطة لاستسلام الفلسطينيين للكيان الصهيوني وليس اتفاقا للسلام. كيف تقرأ هذا التصريح؟ يعني هذا كلام طبيعي جدا، هي تصوغ خطة وكلام ليس بالجديد، لكن حقيقة هنا في الشارع الفلسطيني هنالك استياء كبير عن أداء السلطة الفلسطينية من قبل المواطن الفلسطيني ومن قبل الفصائل الفلسطينية التي ترى بأن السلطة الفلسطينية تمهد بشكل واضح لإنجاز صفقة القرن على الأرض، وإن كانت في الإعلام تتحدث عن رفضها. يتحدثون عن أن استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني يخدم هذه الخطة، يتحدثون عن استمرار فرض عقوبات مالية على مواطني قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية يمهد لهذه الخطة، يتحدثون عن أكثر من ملف في هذا الأمر، ويتحدثون عن حالة ربما غياب الدبلوماسية الفلسطينية في عشرات السفارات والقنصليات المنتشرة في العالم لمواجهة هذه الصفقة. أستاذ أيمن، يعني كيف يعني ترى رد المقاومة من محاولات تمرير ما يسمى بصفقة القرن بضغوط دولية وأقليمية خاصة في قطاع غزة؟ يعني الواضح أخي الكريم أن المقاومة الفلسطينية ورغم حالة الحصار التي تتعرض لها ورغم حالة تجفيف المنابع وتضييق الخناق عليها من أطراف دولية أو يعني للأسف عربية، إلا أنها تعمل جاهدة على ألا تمر هذه الصفقة بكل ما أتيت من قوة من خلال سلاحها المتواضع الذي تظهره بين الفينة والأخرى في مواجهة استراتيجيات الاحتلال لفرض وقائع هنا على الميدان، رغم أن ذلك مواجهة الاحتلال تكلفها الكثير في أوساط المدنيين الذين يعني تجد قوات الاحتلال الصهيوني البراعة ويعني في استهدافهم في محاولة للضغط على المقاومة الفلسطينية. لكن النقطة الأهم في الأمر بأن الشارع الفلسطيني هنا خاصة في قطاع غزة، وربما هذا ما ظهر خلال جولة التصعيد الأخيرة، كان يهتف بشكل كبير للمقاومة الفلسطينية وأظهر تأييدا كبيرا لها سواء عبر شاشات التلفزة أو خلال الميدان لما تقوم به من فعل مقاوم في مواجهة الاحتلال الصهيوني، ويعتقد بذلك بأن المقاومة الفلسطينية وسلاحها هي
القشة الأخيرة التي يتعلق بها المواطن الفلسطيني وسط هذا البحر المتراكم الأمواج. الصحفي الفلسطيني من قطاع غزة أيمن دلول كان معنا، شكرا جزيلا لك.